سنة 2020 بديت رياضة التجديف. الرياضة هذه من الرياضات اللي هي تتطلب قوة ومرونة وصبر، لأن نحن نقطع مسافات طويلة فوق ال 15 إلى 20 كيلو متر، فتتطلب من الشخص أو اللاعب أن تكون عنده قوة وثبات والمرونة وقوة التحمل. صعوبات كانت كبيرة، لأن هذه الرياضة من الرياضات الصعبة، لأن كل عضو في الجسم يشتغل والمسار يكون للخلف، فلازم أستمر على التدريبات المكثفة والجدول التدريبي اللي هو يبني فيها العضلة. نحن هنا في دولة الإمارات نحصل كل الدعم اللي نطمح له واللي نبغاه واللي نحتاجه في هذه الرياضة. دائما يخلينا ان نحن نثابر ونجتهد ونكمل في هذه الرياضة ونجيب المراكز الأولى. من يوم ما بديت الرياضة، رياضة التجديف الأولمبي، عندي وايد ميداليات متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية. الخطوات اللي هي مهمة إن لما أي أتدرب لازم أعد القارب، أرتب القارب، أركب الأجزاء اللي فيه، أتأكد إن كل شيء موجود، وبعدين أشيله ونزله في البحر. أطمح أني أمثل دولة الإمارات في الألعاب الأولمبية وأحصل على المركز الأول بإذن الله، وأكون أول إماراتية أول عربية تفوز على هذا المركز.